احنا عمال فلسطين بالذات من 1999 بطالة 18 عام، غالب أرباب الأسر يعني يعني على التسول عايشين، يعني شعب مسحوق، العمال طبقة مطحونة، يعني لما هذيك اليوم قطعوا الرواتب قالوا عنها مجزرة، لكن ما ذكروا محرقة العمال عن الرواتب، عن 30% من الرواتب حكوا هذه مجزرة، لكن نسوا محرقة العمال والخريجين. احنا مطالبنا عدالة، العمال تشتغل، تفتح الطرق، القادة يكون قد مسؤولية، العمال هم شريان الأرض، هم اللي بيبنوا، هم اللي بيعمروا، بدون عمال ما فيش أصلا المسؤول بيلاقي وين يسكن بدون العامل.